أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والفنانة التشكيلية الأردنية حنين نصار. تابع حوارنا مع ضيفتين على هذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد. تنويعات على فصل خامس، مقطوعات خماسية. صحيح أنني قد جئت محمولا بغير يدين ومتكئا على عكازة تمشي على قدمين، ولكني وصلت هنا بوقت أخرس الشفتين، بوقت كاد فيه الوقت أن ينسى متى أو أين. أيمكن أن ترى وطنا وشعرك مغمض العينين؟ سيعرف بائع الكلمات أني ما اشتريت الماء، وأني من فم الدنيا غزلت عمامة الإخفاء. سيوصلني دم الأعمى إلى قارورة الأسماء لأشرب نخب أسئلة أقضت مضجع الصحراء. سكرت بها ولم أرفع بعمري الراية البيضاء. يقول كتابي المزروع فوق الرف لا تقرأ، وخذ قسطا من الموتى وشيئا من دم مطفأ. لقد خدعوك يا هذا، فلا بحر ولا مرفأ، ولا تاريخ يسعف هذه الأسماء كي تبدأ. فكيف نعاتب الدنيا ونحن مخاضها الأسوأ؟ لأسودنا المخبأ في سلال الأبيض الناصع، لشمس ما مزيفة وضوء بارد خادع، لخطو غريبة لما تمر يزهزه الشارع، لكل نهارنا المحشو خبزا سيء الطالع، لقبر يقسم الأموات بين اللص والبائع. تغير طعم قريتنا، تراب بالحفاة يضيق، وضوح مغمض العينين، ماء يشرب الإبريق، طيور تكتفي بالنهر، ملت مهنة التحليق، بياض أسود المعنى، وموت للحياة صديق. وأكذب ما نصدقه بأن نتقن التصديق. بلاد الله واسعة وما ضاقت على أحد، تناديني نوافذها فأقطع ضفة الأبد. أجر العمر من يده وأهدي البحر للزبد، أحج إلى قصائدها كلاما خائر الجسد، ويبقى رغم قلته سراج المنتهى بلدي. ويحكى أن سيدة جوار البحر والمجهول بنت بيتا تنام به بقايا شعرها المسدول، وفيما كانت الدنيا نعاسا والمساء كسول، تكاثر حولها نمل
ونادت يا زريف الطول وما لبى سوى دمها وطفل بكائها المخذول. ويحكى أن سيدة تحب البحر والزيتون، تحب الشارع الغافي على تنهيدة الليمون، تربي ليلها قصصا لصبح ربما سيكون بلا عتم بلا غيم بلا موت بلا صهيون، ودون عواصم حبلى بطفل جده شارون. ويحكى أن سيدة تطرز ثوبها عزة، لها نخل سماوي جنون الموت ما هزه، رحيق الأرض تمرته وكحل عيونها خبزة، أطاح برأس صهيون وبين حماته جزة، فصار النصر كل النصر آية فتحه غزة. ويحكى أن سيدة وقبل البحر والمينا وقبل الطور أن يعلو لكي يرتاح في سينا، وقيل بأنها ضمت لكل مقدس دينا، وعاشت أخضرا يبني رياحينا رياحينا، فصلاها هبوب الريح سماها فلسطين. بعد هذه الجولة في رحاب القصيدة، الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي. أنا دكتور سلطان الخضور، كاتب وناقد وشاعر أردني، أحمل درجة الدكتوراه في الموارد البشرية، وأحببت في هذه الحلقة أن أعرض شيئا عن كتاب الأنسنة ونماذج من الشعر الأردني. هذا الكتاب الأنسنة هو كتاب نقدي يتناول 10 من دواوين الشعرية لأدباء أردنيين بدراسات نقدية. قصة هذا الكتاب أنني أنا في العادة عندما أهدى كتاب، يعني عندما أقرأ أي كتاب أو أي ديوان شعري بعد تأتيني فكرة، فقرأت ديوان للشاعر جميل أبو صبيح ووجدت فيه نسبة عالية من الأنسنة، والتي نقصد بها عن مخاطبة الشاعر أو الأديب لما هو ليس إنسان على أنه إنسان. يعني كما نعرف الشعر الجاهلي كانوا يخاطبون الأطلال، ويخاطبون الأطلال كأنه يتحدث مع صديق حبيبته وهو خاطب مكان الحبيبة. فاقتبست الفكرة، فكرة الأنسنة، من هذا الكتاب الذي قرأته لجميل أبو صبيح، وقلت لماذا لا أكتب في هذا الموضوع، فكان هذا الكتاب الذي نترونه وهو كتاب الأنسنة. هذا الكتاب كما قلت يتناول 10 دواوين شعرية، ويتناول مقدمة عن الشعر، الأنسنة في الشعر الجاهلي، والأنسنة في الشعر الإسلامي، والأنسنة في الشعر الأموي والعباسي وشراء المهجر، ونماذج أيضا من الشعر الأردني. فإضافة إلى الدكتور جميل أبو صبيح، تناولت الأنسنة في ديوان الشاعر محمود الشلبي، والأنسنة في ديوان سرد لعائلة القصيد للشاعر عمر أبو الهيجة، يعني والأنسنة في ديوان جدار الانتظار للشاعر جميل، للشاعر فضيل التل، محمود فضيل التل، وهو الشاعر الذي سيقدم به دراسة نقدية في جامعة جرش. أيضا
الأنسنة في ديوان وحدي أنا والناي للشاعر عبد الرحيم جداية، والأنسنة في ديوان قميص الأثر للشاعر أحمد الخطيب، والأنسنة في ديوان تماثيل عرجاء، والأنسنة في ديوان مبني على الضم للشاعر الشربي، وتماثيل عرجاء كانت للشاعر نضال القاسم، والأنسنة في ديوان حصاد الرحلة الأخيرة للمرحوم الشاعر خالد محادين، والأنسنة في ديوان نقطة في فراغ للشاعر محمد الخضور. هذا الكتاب تناول، يعني تمكنت من استخراج موضوعات لها علاقة بالأنسنة من كل ديوان من الدواوين التي تطرقت لها، وجمعتها في هذا الكتاب اللي هو نماذج من الشعر الأنسنة في نماذج من الشعر الأردني. شكرا. الخط العربي هذا الفن الجميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة أدهشتنا، كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية أعزائي المشاهدين. الآن في عنا المتدربين ومحبي الخط مشكلة في الأدوات، يعني دائما أدوات الخط هي يعني الهاجس عند الخطاطين. الآن نتعرف على بعض الأدوات، يعني ممكن من يكون منها جاهز وممكن من يجهزه نحن بأنفسنا. عنا القصب وهو أنواع، في عنا اللي هو البامبو، وفي عنا قصب مستورد الإندونيسي هندام، في عنا أنواع قصب إيراني، أنواع من القصب كثيرة. ولكن الآن أنا ما حصلت القصب، الآن أنا في بعض مراحل يعني كنت يعني أكتب فيها فلا أجد مثلا القصب. عندي أعواد الأكل الصينية، قمت بنحتها من الجهتين وإن شاء الله ننحت قصبة، نحتها من الجهتين وقطيتها بالمقط وكتبت فيها بكل أريحية، وكانت كتابة جميلة. يعني هذه الأعواد الصينية تقط من الجهتين وتكتب بها بكل يعني انسيابية وجمال. فهذه من احد الخيارات بالنسبة للمبتدئين او من لا يجدون الادوات. هذه مثلا بلاستيك اكريليك، نفس العملية استخدمت فيها. الان هذه ايضا جزء من اي قطعة خشب واستخدمت، يعني فعاليتها تكمن في أنها يعني تشبه أو يعني تقترب من تفاصيل البامبو، وهو أصلاً هو خشب يعني في النهاية. الآن هذا قلم عادي يباع في السوق، هو قلم حبر طبيعي، وهذا جزء صغير جداً من القصبة، يعني هو قطعة صغيرة من القصبة، بإمكاننا نحتها وإن شاء الله نأخذ يعني كيفية النحت ونضعها على هذا المقبض فتصبح قلم جميل أيضا أستطيع أن أكتب به أيضا بكل سلاسة، وهو قلم جميل لأنه أصله يعني أصله بامبو، يعني أصله القصب الذي أنا أريده، ونظافة في الكتابة يعني رائع صراحة. هذا خيار من الخيارات أيضا التي يمكن أن أعتمد فيها، وطبعا في السوق الآن موجود في الكثير من الأنواع من القصب. الآن كيفية نحت القصب، كيفية نحت القصب، أنا أحتاج إلى القصبة، أحتاج إلى كتر أو مشرط أو سكين يعني بأي نوع من الأنواع، وبكل بساطة أثبت القصبة في مكان معين ثم أبدأ على بعد إبهام يعني تقريبا 4 أو 5 سنتي، أفتح القصب اللي هي عملية الأولى، عملية فتح القصب. يعني طبعا إذا كانت نوعية القصب ممتازة، الآن هذا من النوعيات الممتازة فهو صلب جدا، نفتح إلى يعني هذه عملية الفتح. الآن إلى متى أقف؟
أقف في فتح القصبة إلى مرحلة شحمة القصبة، وهي الجزء الآخر من القصبة، الجزء المستقيم، يعني أن تكون القصبة وصلت إلى شحمتها، يعني أزلت الجوانب ومحيط القصبة أزلته، ثم وصلت إلى الجزء اللي هو يعني المستقيم، صارت هناك استقامة. الآن بعد ما أوصل لهذا هذه المرحلة أستطيع أن أقص عن طريق المقط هذا الجزء، يعني وهو يعني صراحة قوي وصلب هذه القصبة، يعني أحررها هذه القطعة فأصبح عندنا هذا الشكل. الآن أستمر في هي غيرت الأداة حتى يعني لا مشكلة في 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 الأداة، المهم النتيجة. الآن وصلت إلى الشحمة، هذه تسمى شحمة القصبة. الآن عندما أصل لشحمة القصبة من الجنبين بتناظر يعني يكون هناك تناظر في القط، أحدد سماكة الكتابة أي القصبة، يعني أنا بدي 2 ميلي بدي 1 ميلي، فأحددها عن طريق الجوانب. ثم بعد ذلك حددتها، الآن أقط بميل، الميل يعني عدة آراء فيه، وميل حسب الخط وميل حسب راحة اليد، أنا أعتقد أن راحة اليد هي الأساس في ذلك، يعني هناك زاوية للخط، ولكن الزاوية أيضا يتحكم فيها ميل الطاولة التي أمامك وراحة يدك. وهذه آخر خطوة، وهي هذه خطوة اللي هي القط النهائية، قط رأس القصبة، تحتاج إلى قوة وتسمع صوتها. الآن أصبحت جاهزة، نستطيع أن نستخدم صنفرة ورق الحف لأيضا تنعيم هذه يعني القصبة، وثم نجرب الكتابة، بحاجة إلى تنعيم أيضا، ونعمها ثم أكتب، يعني هذه هي النتيجة. طبعا أنا ممكن أهتم بها أكثر وأعملها أكثر، وأنت كذلك تستطيع أن تعمل قصبتك بيدك، وهذا أفضل، لأن أنت تعرف، يعني أنت كخطاط تعرف راحة يدك وتعرف ما هو الذي يناسبك. شكرا جزيلا لكم. أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة، ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والفنانة التشكيلية الأردنية حنين نصار، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ محمد نصير. ست حنين ضيفة على فضاءات وعلى رافدين. أهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة. أهلا وسهلا، يا مرحبا، حياك الله. أهلا وسهلا. لديك موهبة الكتابة، فيعني هذه الموهبة أثمرت عن روايتك البكر التي حملت عنوان لعنة الصفر. هذا العنوان يأخذني إلى عبارة لطالما وردت في بيانات المقاومة الفلسطينية وهم يواجهون العدوان الصهيوني، دائما ترددت عبارة المسافة صفر، وهو موضوع الالتحام المباشر. فبدي أن أسأل، أنه دائما أخذني هذا العنوان حقيقة إلى هذه العبارة التي دائما تتردد في بيانات المقاومة، المسافة صفر، هذا العنوان هل له علاقة بما ورد في بيانات المقاومة الفلسطينية؟ في الواقع الرواية لا تحمل أي رمزية سياسية أبداً. نعم. وإن كانت تدل على المقاومة في رغبة البطل، بطل الرواية، نعم، في الخروج من الوضع الذي وجد نفسه مجبراً عليه، ولكن لا تحمل أي يعني معنى سياسي. طيب، إذن اختيار هذا العنوان ماذا يعني؟ لعنة الصفر هي الرغبة في التمرد، في الخروج من الشعور بالدونية، الشعور بالعدم القدرة، الضعف، العجز،
يعني هي رواية نفسية متكاملة. نعم. تسلط الضوء على رغبة أي شخص يجد نفسه صفرا بلا أي قيمة في الخروج من هذا المكان. نعم. وعدم رضاه من الشعور بهذا العجز. يعني الصفر ليس دائما بلا قيمة. يعني مثلا تحدثنا قبل قليل على عن موضوع بطولات المقاومة الفلسطينية وتواجه العدوان الصهيوني. كنا دائما نسمع الصفر أنه هذا صفر. الآن الصفر أصبح له قيمة معنوية وقيمة تاريخية الآن. أنه ورد في الآن لابد أن المؤرخون عندما يكتبون عن صفحات المواجهة سترد ضمن بحوثهم وضمن كتاباتهم المسافة الصفر التي دائما ترددت في بيانات المقاومة الفلسطينية. الصفر ليس دائما لا شيء. الصفر أحيانا عندما يكون على اليمين يعطي قيمة عليا للرقم، عندما يكون على اليسار طبعا لا قيمة له. إذن هناك حالتان. بالضبط. هل الرواية تحدثت عن هذين يعني عن هذين الحالتين، يعني حالة اليمين واليسار بالنسبة للموقع الصفر؟ في الواقع من يقرأ الرواية سيجد نفسه في البداية يعني متعاطف مع شخصية البطل وهو عمر، الذي يشعر كما قلت لك بأنه عاجز، بأنه ضعيف، بأنه بلا أي قيمة. نعم. ويريد أن يخرج من هذا الوضع الذي وجد نفسه فيه. طبعا أنا لدي إيمان دائما أن أي إنسان يشعر بنفسه بأنه ضعيف أو بأنه صفر، إذا أراد أن يتغير للأفضل هذا ممتاز وهذا هو الأصل، لكن دائما الرغبة بالتغيير والتطوير يجب أن تكون يعني معها شعور أو ليس شعور، يجب أن يكون معها المبدأ، وجود المبدأ. فإن لم يكن هنالك مبدأ حقيقي سيكون هذا التغيير للأسوأ. نعم. جميل، أنت اخترتي اسم البطل عمر. نعم. يعني هل هناك مدولات معينة لاختيار هذا الاسم أم بالتأكيد فقط أنه اسم متداول؟ لم يأتي عبثان. نعم. عمر فتى مراهق في عمر 16 وجد نفسه مجبرا على الإقامة في مصحة نفسية. نعم. بنظره بأن أخويه الكبيرين قاما بإجباره على الإقامة بهذه المصحة بعد أن فقد والديه في حادث حرق مؤسف، فوجد بأنه تعرض للاكتئاب والحزن الشديد فوضعه في هذه المصحة. عمر يرى أن عمره أصبح بلا أي قيمة، وكما قلت لك نظرته دونية. نعم. يرغب أن يجد عمر جديد، يرغب في أن يثبت للعالم بأن عمر هو من يريد أن يحدد العمر الذي يريده، الحياة التي يريدها. وهذا ما تحدثت قبل قليل أنه موضوع الصفر، أنه بالضبط. يعني الرواية ربما هناك تحمل رسالة. نحن من نختار أماكننا، أما أن نكون صفر على اليمين ونعطي قيمة عليا للرقم، أو نكون على اليسار أو الشمال فنكون بلا قيمة. إذن بالضبط. عمر اختار اليمين أم هذا ما سيشاهده القارئ. نعم. أو يقرأه ويلتمسه. يعني هو في الواقع عمر حاول أن يخرج. نعم. عن الصفر، عن الدونية، ولكن من يقرأ سيجد هل عمر خرج من الحفرة فعلا وبمبادئه وبثباته. نعم. أم التزم بما هو مرفوض من أجل الخروج من هذا الصفر وحاول أن يثبت نفسه بالطريقة الخطأ. إذا أنت ستخفين النهاية. أيوة، حتى سأخفيها هناك إغراء وإغواء للقارئ. نعم. للاختناء الكتاب. هناك عبارة حقيقة وردت في الرواية تقولين إن العدل غادر بلا رجعة فلا تتسول عطفا وفي هذا الزمان لن تجد حقك. عبارة اقتطفتها من الرواية. لماذا هذا التشاؤم؟ هل خضعت الرواية للنقد؟ بالتأكيد خضعت الرواية. نعم. للنقد. هلأ بالنسبة لهذه العبارة التي تدل على التشاؤم، أنا يعني لا أتفق معها أي لا جملة ولا تفصيل. نعم. يعني ونحن دائما في الحياة نحاول أن نبث الأمل ونبث التفاؤل، والعدل موجود. نعم. يعني الله سبحانه وتعالى العادل، لكن هذه العبارات تمثل شخصية الرواية وهي عمر. الشخصية التي كما قلت لك تشعر بالدونية والتشاؤم، تشعر بأنها تتعرض بأنها الضحية. نعم. دائما. فهذه أفكار عقله
بأنه لا يوجد عدل، بأن الناس دائما يعني نجد أن لغته فيها نوع من الشعور بالثورة والرفض من المجتمع، يعني هو ناقم. نعم. ناقم على المجتمع. إذن اسم عمر مع الحديث عن العدل يأخذنا إلى الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رضي عنه وارضاه. نعم. نعم. لأن دائما يقترن العدل مع هذه الشخصية. يوجد إشارة فتحديدا في عبارة إن كنت تنتظر العدل فصاحب العدل اللي هو عمر بن الخطاب نعم. مات، فمن بعد عمر بن الخطاب الذي هو رمز أصلي للعدل لا يوجد عدل. طبعا هذا في نظر مين؟ الشخصية عمر. نعم. بأنه لا يوجد الآن عدل. جميل، لديك محاولات شعرية، لكن قبل أن نتحدث عن محاولات شعرية أنا سألت في أنه قلتي لي أنه خضعت للرواية للنقد. بالتأكيد. ما هي آراء النقاد في هذه الرواية باعتبار أنه هذه الرواية هي البكر أو الرواية الأولى أو الثمرة الأولى لتجربتك الإبداعية في السرد؟ في البداية طبعا كتبت هذه الرواية وانتهيت منها عام 2021. وأنا لأنها الرواية الأولى كنت يعني حريصة جدا على أن يعني أنتظر وأتمهل قبل أن أنشرها. نعم. لأن العمل الأول هو الأساس بالنسبة لي. نعم. كانت الرواية كبيرة جدا، أنا طبيعتي أغرق بالتفاصيل و يعني الكثير من السرد. يعني عندما عرضتها على النقاد كان رأيهم في نصيحتي بأن يكون حجم الرواية أقل. نعم. نوعا ما حتى لا يتعرض ممكن القارئ لشعور ممكن بالملل. نعم. أو بأن الروايات الكبيرة أحيانا يعني لا تجد الرواج. نعم. مثل الروايات المتوسطة. هذا من بين الأمور التي يعني وجدتها في النقد. أمور أخرى يعني لم أجد حقيقة. كانت الرواية يعني بنظر النقاد الذين تناولوها متكاملة. نعم. الشخصيات فيها واضحة، السرد والتفصيل محبب في بعض الأمور حتى. نعم. يعني أحدهم قال لي أن روايتك تشم. نعم. يعني يشعر بها. جميل. يتخيل بتفصيلاتها. جميل، يعني هذه عبارة نقدية جديدة الأدب يشم. جميل. حضرتك تعملين مدرسة للغة العربية في المدارس الأردنية. بالضبط. يعني إلى أي مدى تشعرين بأن مناهج اللغة العربية في مدارسنا ترقى إلى مستوى الطموح في تحقيق القدرة لدى الطلاب بأن يتقنوا قواعد اللغة العربية أو يستوعبوها في أقل تقدير؟ هذه المشكلة الشائكة التي. نعم. دائما ما أناقشها. يعني للأسف أنا يعني أجد بأن مناهجنا مكتظة. نعم. بطريقة تجعل الطالب يشعر بصعوبة المادة وبالتكلف من هذه القاعدة، ولا يوجد أو تفتقر هذه المناهج لعنصر الإقناع. يعني أنا أتذكر وأنا طالبة في الصف العاشر والأول ثانوي سألت معلمتي في إحدى المرات لماذا هذه الكلمة إعرابها هنا في هذا الموقع. نعم. بدل وأنا أجدها مثلا نعتا. قالت لي القاعدة هكذا. نعم. يعني هكذا هي القاعدة. لم تعطيك جوابا. أيوة. مقنعا. عندما درست في الجامعة وجدت أنه لا يوجد عبثية في القواعد. يوجد إقناع، يوجد يعني حتى على سبيل الموقع الإعرابي للمبتدأ. نعم. لماذا دائما مرفوع مثلا؟ هذه في أي مرحلة سألت في هذا السؤال؟ في مرحلة الجامعة. أي جميل أنه هذا سؤال ذكي هذا. طبعا لكن مناهجنا في المدرسة تفتقر للإقناع، لهذا. نعم. يجد الطالب الصعوبة، يعني تعتمد فقط على الحفظ، حفظ قاعدة. فالطالب إذا لم يجد الإقناع ويجد بأن بعض القواعد أحيانا تصح على الوجهين. نعم. يوجد المذهب البصري والمذهب الكوفي. يعني ولا يوجد قاعدة خطأ تماما. نعم. يعني يوجد أحيانا بعض المواضع كلمة تعرب بأكثر. نعم. من طريقة. فعندما يعني يجد الطالب نفسه مخيرا لاختيار القاعدة التي يقتنع بها. نعم. يفهمها. لكن للأسف مناهجنا أنا أعتقد وأرى بأنها تفتقر لعنصر الإقناع. لماذا لم توصلوا صوتكم إلى المسؤولين؟ أنا أحاول حقيقة. نعم. أحاول
وأتخذ أسلوب أستاذي الدكتور محمود حسني المغالسة الله يرحمه في تدريسه، يعني أحاول قدر الإمكان بأن أعتمد أسلوب إنه اختيار الطالب القاعدة التي يقتنع فيها. جميل. لديك محاولات في محاولات شعرية لا سيما قصيدة تقدم، وهي على بحر المتقارب سليمة الوزن، يعني كيف هو رصيدك في الشعر؟ الآن أنت أصدرت رواية أنه أصبح لديك رصيد في مستوى المستوى السن، على مستوى الشعر ما هو رصيدك؟ أنا متذوقة وعاشقة للشعر في الواقع، وتحديدا الشعر التقليدي القديم. في الواقع كتابتي للشعر ونظمي للشعر هي من مبدأ ليس تكلف، يعني أنا أنظم الشعر ثم عندما أنتهي من القصيدة أحاول أن أجد هي على أي بحر، يعني أجدها على بحر معين تقريبا، يوجد بعض العلل، بعض الأمور التي تحتاج إلى تعديل أجد بعض الأحيان فأقوم بتعديلها، لكن يعني العدد والكم لي للأشعار أو القصائد هو نوعا ما متواضع أعتبر، لأنني أكتب في الجانب النثري أكثر، ولكنني إن شاء الله مهتمة في تطوير الجانب الشعري أكثر. جميل. هل قرأتي شعرا في محافل ثقافية؟ لا ألقي، أنا صانعة محتوى رقمي أحيانا. أبث مقاطع يعني معروضة، ألقي فيها شيء إما من نظمي أو من أشعار مختلفة. جميل. أنتم درستم العروض في الجامعة؟ نعم بالتأكيد. يعني بإسهاب في توسع أم بشكل حقيقة مختلف. ليس بإسهاب يعني كثير، دراستي أعتمدها من ما بعد الجامعة بالإطلاع والقراءة. جميل. لديك محاولات أيضا في كتابة المسرحيات لا سيما مسرحية شريعة الحيوانات، بدي أن أطلع على ما طبيعة هذا العمل، واضح أنه العنوان يأخذنا إلى يعني كأنه مسرح الطفل يعني. لا هي مسرحية رمزية سياسية غالبا، تدل على المقاومة وتدل على يعني مقاومة الشعب ورفضه للشعور بالسلطة، السلطة التي فيها نوع من الفساد. يعني هي مسرحية سياسية على ألسنة الحيوانات. نعم. يعني غالبا ما أنه عندما يتناول المسرح أو العمل السيناريو الحيوانات غالبا ما يأخذنا إلى الطفل، وباعتبار أنت امرأة وأنثى وأيضا تعمل كمدرسة لل يعني اللغة العربية في المدارس، أنا أخذني العنوان قلت ربما هذا يعني عمل للطفل، لكن الآن تقولي أنه يعني المسرحية سياسية. يعني أي جانب من السياسة انتقدت هذا جانب الفساد؟ الفساد المستشري وثورة الشعب. يعني أنا حاولت أن أجعل الشعب لهم على ألسنة الحيوانات لهم القدرة على التغيير أو محاولة التغيير وليس الصمت. هذا العمل المسرحي هل تحول؟ لم ينشر. لا وإنما يعني لم تحاولي في المدرسة ممكن أن تعملوا يعني؟ لا لم أتخذه حقيقة، لأن فكره سياسي سيكون. يعني عادة في المدارس نتعامل مع المسرحيات التعليمية هدفها تعليمي أكثر، لا سيما أني معلمة لغة عربية أختار ما يتعلق في اللغة العربية أكثر. اشتغلتي على هذا الجانب؟ نعم. نعم. يعني كتبت مسرح ما يخص التعليم؟ تقصد كتبت مسرحا؟ يعني لا، كانت لدي أفكار أحيانا أتوجها على شكل مسرحية يعني، ولكن لم أكتب بشكل كامل سوى هذا. هذا أول عمل مسرحي لك؟ نعم. هل يعني تعرض لل يعني هل عرضته على نقاد في عرض على نقاد أيضا النقد المسرحي؟ نعم عرض على نقاد، ولكن لم أقم بنشره إلى الآن. نعم. متى ينشر؟ بإذن الله. إن شاء الله بالتوفيق. بالتوفيق. سنكمل بعد الفاصل معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة والفنانة التشكيلية الأردنية حنين نصار. أعود إليك أستاذ حنين. أهلا. كنا نتحدث عن العمل المسرحي أو الكتابة المسرحية ومسرحية شريعة الحيوانات. يعني قلت أنه يعني مجرد أنه بقيت كتابة لم تحول إلى عمل تمثيلي على أرض الواقع. على مسرح. هناك موهبة أخرى لديك يعني من خلال الاطلاع على مسيرتك الإبداعية، أنك تمارسين الفن التشكيلي يعني أسوة بالكتابة، ولك رصيد كبير من اللوحات. يعني أنت أعرف أنك درستي اللغة العربية وحصلتي على البكالوريوس اللغة العربية من الجامعة الأردنية على ما بالضبط. أظن الفن التشكيلي لا شك هو كتابة الشعر، الكتابة بشكل عام هو إبداع، الفن التشكيلي هو بالأساس موهبة ويعني تسقل وتنمى من خلال الاطلاع والمعرفة والخبرة والاستئناس بآراء المختصين. الفن التشكيلي هنا هل اطلعتي على تجارب فنية أم هي الفطرة؟ الفطرة تحديدا. نعم. يعني كنت أتذكر وأنا صغيرة لي دفتر أكتب فيه قصص قصيرة، كل قصة قصيرة أرسم معها رسمة يعني تعبر عنها. نعم. بقيت لدي هذه الموهبة تحديدا للصف، نقول الصف العاشر. للأسف انطفأت تماما لأنني أهملتها. لماذا؟ يعني انشغلت بأمور الدراسة، بأمور إثبات نفسي في المدرسة، تركت موهبة الرسم صف عاشر أو وما بعد ذلك. نعم. إلى ما بعد الجامعة وإلى ما بعد التدريس، حتى أصبحت بلا مبالغة لا أستطيع أن أرسم قطة. يعني وصلت إلى مرحلة لا أستطيع أبداً أن أرسم. ما أعاد شغفي ابنة أختي الصغيرة في عمر العاشرة، موهوبة جداً، يعني دون الذهاب إلى أي يعني مكان هي موهوبة. نعم. فأثارت لدي الشعور بالغيرة، أصبحنا نتنافس نوعاً ما. نعم. وبدأت أعود. جميل، إذن هي المتفضلة عليك. نعم. طيب الأعمال التي رسمتها في تلك المرحلة، مرحلة الطفولة، هل كانت تعرض على يعني الهيئة التدريسية؟ هل كان هناك من نعم. يقوم بتشجيع زمان هذا يعني أنا هذا أعتقد نعم. التشجيع لم يكن قويا. نعم. يعني كان يقال لنا بأن هذا العمل يعني قد أتيت به من أحدهم. نعم. لا يمكن لشخص مثلك يعني استنساخ أو سرقة أو يعني أيوة يعني نعم. لم يكن هنالك نوع من الاهتمام حقيقة لولا يعني والدي. يعني هذا التكسير للموهبة. أنا هذا لا بأس أنه أحياناً أنه الشخص المختص عندما يرى طفلاً يعني يعبر عن موهبته يشك فيه أنه هذه المرحلة العمرية لا يمكن أن تنتج هكذا، لكن يمد يد العون له ويتأكد تماماً. أنا أذكر في مرحلة الثانوية كان عندنا ودائما أذكره رحمة الله عليه مدرس العربية، كان يعني كان مدرسا بارعا حقيقة، خالد الدليمي، ويعني اطلع على تجربتي في كتابة الشعر، فكان يقول لي يعني لا أكتمك يا دليمي، باعتبار أنا أيضا أنتمي من قبل الدليمي هو الدليمي، فيقول لا أكتمك يا دليمي إني أشك إنه هذه القصيدة لك. طبعا أنا أفرح في داخلي، معناه أنه هاي القصيدة محكمة، بحيث يشك إنه أنا في هذه المرحلة أنه أكتب هذه القصيدة. لكن هذا الرجل لم يقم بدور سلبي، بل بالعكس احتضنني كاحتضان الأب للابن، وصار يوجهني ماذا أكتب وماذا أقتني من كتب. من ضمن الكتب التي نصحني في اقتنائها في تلك الفترة كتاب فن التقطيع الشعري والقافية لصفاء خلوصي. هذا صفاء خلوصي يعني باحث في مجال العروض، مجال الشعر في العراق، ف يعني ألف كتاب وأصدر كتاب بعنوان فن التقطيع الشعري والقافية، وكان مطلوب هذا الكتاب دائما من الباحثين. لذلك قدم لي يد يعني كل العون، بحيث يوما ما قال لي بإمكانك أن تنشر يا محمد وأنت مطمئن، فصرت أنشر قصائدي. يعني هذه الموهبة كان المفروض بمن قال لك هذا أنه ينميها. على العموم أنت عدت إلى نعم. إلى الفن التشكيلي، وأنا طلعت لديك رصيد كبير من اللوحات، وجيد أنه ستستمرين عليه بإذن الله. نعم. جميل. هناك لوحة من لوحاتك حملت العلم الفلسطيني على مساحة غزة. يعني رسمتي غزة
وتوسط العلم عبارة الكل من حولك محتل ووحدك حرة. جميل، عبارة جميلة ومعبرة ولها معاني عميقة كبيرة. استوقفني لون الخط، يعني أنت قلت كل ما حولك هو محتل، قد أنت معنا، لكن استوقفني لون الخط. لون الخط هو اللون نفسه للمحيط لغزة، يعني للأراضي أو البلدان أو المدن المحيطة بغزة، استخدمت اللون ذاته، يعني هل جاءت بعفوية أم هنا قصدية؟ لا، كان هنالك قصدية. نعم، كان هدفي أن أري بأن جميع ما حول غزة لديه نفس الموقف، سواء يعني لديه نفس الموقف السلبي. نعم، وإن كان يظهر بأن هذا الموقف داعم. نعم، يعني لاحظ أن اللون لون متدرج، لون يعني ما بين البني الفاتح تحديدا. نعم، يعني هذا اللون ليس قاتما وليس أسودا. نعم، وكأنه يشير إلى أن الوقفة هذه تظهر بأنها وقفة داعمة. نعم، ولكن هذا الدعم غير واضح. يعني إيحاء اللون، أنا حقيقة يعني استوقفني هذا اللون، لماذا أنه اخترتي لون مشابه للمحيط؟ وأنت قلت في هذه العبارة، أو هناك أيضا من كرر هذه العبارة، أنه غزة هي الوحيدة التي لا تقع تحت الاحتلال، أنه المدن هي ليست المحيط بغزة، العالم كله الآن محتل، النتيجة هو محتل الكيان الصهيوني، لأنه أغلب الأنظمة السياسية خاصة الغربية تحت سطوة الإدارة الأمريكية، وإدارة أمريكية هي خادمة لهذا هذا الكيان. بالنتيجة الكرة الأرضية الآن شبه محتلة لهذا هذا الكيان، فلذلك استوقفني هذا اللون. إذن هي إيحاءات إنه هذا المحيط يحاول أن يقدم الدعم، إنه يظهر جانب إيجابي، جانب مشرق، لكن بالحقيقة هو غير كافٍ، غير ذلك. لكن ربما هناك طموحات إنه أيضاً يتحرر، ربما بإذن الله. يعني خلينا ننظر من جانب يوجد جانب أمل إن جانب تأملنا أمل بأن هذا اللون لون الأرض، وكأن غزة وحدتنا، يعني المتطلع عليها من الناحية الإيجابية قد يرى فيها بأن غزة وحدت العالم كله. جميل. لوحة أخرى حملت اسم ريان، وفي تجاويف أحد الحروف هناك طفل في العمق في القاع، طفل صغير يعني، وهناك حفارة آلة تحاول أن تحفر، يعني واضح أنه حاول توصل إلى هذا الطفل الذي في قاع هذا البئر أو هذا التجويف للحروف، وهناك امرأة كبيرة تبكي ودموع يعني واضح رسم الدموع، كأني أنه يعني هي إيحاء للطفل المغربي بالضبط. ريان، يعني حقيقة هاي التشكيلة يعني أدهشتني، إنه رسم الحروف لهذا الطفل ريان، والطفل في أحد تجاويف هذا البئر، إنه صار إنه عندي أخذني إلى الطفل المغربي ريان. كيف جاءت إيحاءات هذه اللوحة لديك؟ سأخبرك. طبعا هذه الحادثة إلى الآن ما أن جئت بها حتى وجدت نفسي يعني تذكرت هذه الحادثة بتفاصيلها. نعم، يعني من أكثر الحوادث التي أثرت فيها فعليا عندما رسمت هذه الرسمة، رسمتها يمكن بساعة، يعني انتهيت منها بساعة، لكن كفكرة لم تكن الفكرة مني 100%. نعم، يعني أنا شاهدت في تلك الفترة ظهرت العديد من الصور الرمزية. نعم، التي والكاريكاتيرات التي تحمل هذه الحادثة استوقفتني أكثر من فكرة، ولعلي يعني دمجتها مرة واحدة. نعم، لكنها ليست من أفكاري 100%. يعني صورة الأم أتذكر أنني وجدتها وشاهدت مثلها قريبة منها. نعم، بإحدى الصور الأخرى فوضعتها لهذه الأم. نعم، صورة الكلمات لا، كانت مني صورة اسم ريان، وهي نعم يعني في تجاويف الأرض، يعني كانت فكرتي أتذكر، يعني هي غالبا كانت مزيج ما بين ما كنا يعني محفولين فيه. نعم، نشاهده بشدة في وطبعا تلك مشهد مؤلم، حقيقة مشهد مؤلم، هذا الطفل الذي نعم يعني غاب في قعر بئر عميق، وما أكثر الآلام والأوجاع
لكن أيضا لفت انتباهي في اللوحة أنه وجه المرأة يعني غير ظاهر. لماذا لم تظهر وجه المرأة؟ هذا واضح فقط الدموع نازلة على تحديدا. يمكن يعني إحنا للأسف يعني دائما مشغولين بالتنظير على الآخرين. قد تكون نظرتي في تلك الفترة نظرة سلبية، إنه يعني حتى لو أنها حزينة فعلا لماذا لم تحافظ عليه؟ لماذا لم تمنعه من الخروج وحده؟ يعني أنا حاولت أن لا أظهر الوجه، ويعني وكأنني أريد أن أسقط بأنه دورها لم يكن كافيا، ولكن هذا نوع من أنواع التنظير. يعني إظهار حالة لوم. لوم نعم في ذلك الوقت. نعم. يعني ولكن هو قضاء وقدر، يعني لا أستطيع أن أقول غير ذلك. نعم. لكن في ذلك الوقت يعني استفزتني المشاعر، وشعرت بأن المرأة هي السبب. يعني الأم يجب. نعم. أن تحافظ على طفلها وهو صغير، ما زال صغيرا جدا، كيف يخرج بهذه الأريحية ويقع ولا يشعرون به في البداية؟ يعني هو نوع من اللوم مؤكد هو إهمال. طفل بهذا العمر يجب أن يراقب دائما. بالضبط، لأنه فقدان الطفل في هذا العمر يعني يسبب جرح عميق للأهل والعائلة، يعني أكثر من ما هو كبير بالعمر. فيعني تقع يعني يصير شعور من الألم والحزن واللوم في الداخل. بالضبط. أنه يعني عندما يذهب شاب كبير ويتعرض لحادث، الأهل لا يقع في داخلهم لوم لماذا لم يمنعوه، لأن هكذا حياته، يجب أن يذهب إلى المدرسة، يذهب إلى السوق، إلى العمل. أما الطفل طبعا فاقد الإرادة، يجب أن تكون هناك مراقبة ورعاية. أعود إلى يعني الجو المدرسي. كما تحدثنا قبل قليل أن هناك بعض المدرسين والمعلمين يقتلون الموهبة لدى الطفل، يعني دائما يظهرون عامل التشكيك انه لماذا ولا يمدون يد العون. انت مررتي بهذه التجربه المؤسفه والمريره. غالبا ما انه نستفيد احنا من التجارب المريره نقوم بدور مختلف. يعني كيف وضعك مع الطلاب؟ هل يعني تبحثين عن مواهبهم وتساعديهم على ان تنمى هذه الموهبه؟ بالضبط. سواء كان على مستوى كتابة والسرد أو مستوى الفن التشكيلي. أنا مهتمة في هذا الجانب كثيرا، ودائما ما أطلب من طلابي خاصة من أجد لديهم الموهبة الكتابية. نعم. أقول لهم في وقت فراغكم لو. نعم. كتبتم يوما صفحة. نعم. كاملة اطبعوها، وأنا مستعدة على تدقيقها، مستعدة لأن أدققها نحويا لغويا. نعم. لكن أرسلوا لي. يوجد طالبة لي كتبت رواية. نعم. بعنوان ندى أيلول، أيضا كنت معها يعني بجميع المراحل في جميل. هذه الفترة. نعم. حتى خرجت بها، يعني أحب هذا الجانب، يعني حتى بالحصص. نعم. لا أكتفي فقط بالجانب الكتابي، أحاول أحيانا أن أقول لهم دعونا نحاول أن نبدأ بالتعبير الرسمي. نعم. نحاول أن نرسم، نحاول أن نجسد. الطالب الذي لا توجد لديه يعني مهارة كتابية أو ضعف كتابي، أقول له عبر عن المطلوب. نعم. بصورة. جميل. اكتب وتعليق. عنوان هذه الرواية التي قلت للطالب أنا داء أيلول. نعم. العنوان جميل، يعني باختيارها هي أم باختيارها؟ هي كانت موهوبة. نعم. يعني هي كانت أصلا، هي الآن تدرس هندسة. نعم. مهندسة. كانت أصلا موهوبة، وعرضت علي يعني تجربتها، وقمت يعني تشجيعها ونقدها. جميل. ما أخبار هذه التجربة؟ نشرت الرواية. نعم. ويعني هي رواية جميلة أنصح بها. نعم. تتحدث عن ماذا؟ طبعا واضح أيلول هو فصل الخريف، يعني. نعم. يعني أوائل الخريف، ودائما في مناطقنا الحارة يبدأ أيلول بجو لطيف، في هناك نوع من لطافة النسيم والهواء فعنوان جميل. أحداث الرواية عن ماذا تتحدث؟ هي رواية اجتماعية. نعم. كانت تسلط الضوء على ظاهرة الفساد والرشوة، وظاهرة تتحدث عن فتاة يعني ندى أيلول وفساد يوجد فيها. يعني رحت العنوان أخذني إلى أجواء رومانسية وأجواء. هي فيها أجواء رومانسية. نعم. اللي هي البطلة ندى. نعم. ندى يعني. نعم. البطلة تحمل الاسم ندى، ومرت بتجربة من إهمال الأب
لدوره نعم. في المنزل، وكانت الأم هي المسؤولة بشكل كبير. نعم. كانت متسلطة يعني؟ لا، كانت نعم. هي المسؤولة والتي تحاول أن تعطيهم كل المشاعر. نعم. أن تعوضهم عن إهمال وغياب الأب. رغم أنه كان حيا، يعني ما يزال على قيد طيب الحياة. إضافة الاسم ندى إلى أيلول، ما الربط يعني؟ الربط بأن هذه الفتاة رغم أنها كانت يعني ينقصها الدعم العاطفي من نعم. أخيها ومن والدها، إلا أنها استطاعت بإيجابياتها وبدعم والدتها أن تحافظ على ما يعني ما يجب أن تكون عليه من إيجابية وتفاؤل. نعم. طيب كيف وضع اللغة بالنسبة لهذه الرواية؟ اللغة قوية، هي الطالبة يعني متمكنة. نعم. جيدة جدا، كتبت روايتها في عمر صغير جدا، يعني كتبت. وأنت مارست النقد على هذه في الرواية؟ في عمر 18 أو العمر 19. نعم. كانت في سنتها الأولى من الجامعة. يعني مارست تجربة النقد على هذه الرواية؟ نعم. جميل أنه في هذه المرحلة أنه تمتلكين قدرة النقد مع التجربة الفتية. شكرا لك، وأتمنى لك المزيد من العطاء والنجاح والتميز. شكرا لك. شكرا. الكاتبة والفنانة التشكيلية الأردنية حنين نصار، حياك الله. شكرا لك. أفضل. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.